أيها الإخوة الكرام، من محبطات الأعمال في السنة النبوية المطهرة التألي على الله، أن تقول فلان كافر، فلان مشرك، فلان لن يرحمه الله، فلان لن يغفر الله له. من أنت؟ أنت وصي على المسلمين؟ لا نكفر بالتعيين، هذا منهج. لك أن تقول من قال كذا فقد كفر، من فعل هذا فقد كفر، أما أن تنصب نفسك وصيا على المسلمين تحدد مصيرهم الأخروي، هذا من شأن الله وحده. تقييم الأشخاص من شأن الله وحده. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أحد أصحابه الذين توفاهم الله واسمه أبا السائب، سمع امرأة تقول، وكان من أصحاب النبي وخاض معه الغزوات، تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أرجو رحمة الله. ونحن جميعا نرجو رحمة الله ونرجو أن نكون من أهل الجنة، أما بالجزم وبالتحدي هذا هو التألي على الله. وقد ورد أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل فلان. إذن أن تنصب نفسك وصيا وأن توزع ألقاب الكفر والشرك على الناس وتعتقد أن الله لك وحدك وأن الجنة لك وحدك وأن كل ما خالفك خارج عن ملة الإسلام، هذا الذي جعل الشقاق بين المسلمين، وهذا الذي فتت جمعهم ومزق وحدتهم، هذا الذي أضعفهم، صار بأسهم بينهم. وبالمناسبة أيها الإخوة، نحن حينما نحدث في الدين ما ليس منه نتفرق ونكون شيعا وأحزابا ويصبح بأسنا بيننا، وحينما نحذف من الدين ما علم منه بالضرورة نضعف، فبالزيادة نتقاتل وبالحذف نضعف. السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يقول بعض العلماء كم من كلام منعني أن أقوله حديث رسول الله. المؤمن الصادق وقاف عند أحكام الشريعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا. إذن التألي على الله يحبط العمل. ثانيا المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والمن بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحو الأجر، يبطل الشكر ويمحو الأجر. أنت حينما يمكنك الله أن تعمل عملا صالحا يجب أن تذوب شكرا لله عز وجل
أن مكنك من هذا العمل الصالح. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. كن موحدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. يقول له: إن لحم كتفك من خيري، لقد فضلت عليك، لولاي لم تكن رجلا. هذا هو المن. قاعدة ذهبية: إن فعلت خيرا انسه كليا، وإن فعل معك خير لا تنسه ما حييت. هذا الموقف الكامل. سمع بعض العلماء رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال هذا العالم: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. لا تحملن من الآثام بأن يمن عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. إن فعلت هذا لوجه الله لك عند الله مقام كبير. لا تعبأ بشكر الناس ولا بتقدير الناس. افعل المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. وقال القرطبي: المن يقع غالبا من البخيل والمعجب بنفسه. فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب بنفسه يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى. أيها الإخوة، شيء آخر وثان من بنود هذه الخطبة: الرياء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. المراءون بأعمالهم يمكرون بالناس يوهمونهم أنهم في طاعة الله وهم بغضاء لله عز وجل. يراءون بأعمالهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيها الإخوة الكرام، قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظنوا أن أعمالهم التي قدموها في الدنيا أعمالا صالحة، ثم فوجئوا بأنها مع المراءة أصبحت أعمالا سيئة. لكن المرائي، دققوا، لا يستطيع أن يخدع المؤمن، وقد أوتي المؤمن بصيرة وأوتي فراسة، ولا يستطيع أن يدجل وأن يوهم إلا على غبي. فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. أيها الإخوة الكرام، قيل في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يعملون أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات، بدت لهم يوم القيامة سيئات. قال الإمام علي رضي الله عنه: من علامات المرائي يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد عمله إذا أثني عليه، وينقص عمله إذا ذم به. المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه. هو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو صالح، فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الازدراء؟
يعني تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل، بل أن تخدع نفسك وربك لثانية واحدة هذا من سابع المستحيلات، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يقول قتادة: إذا رأى العبد يقول الله انظر إلى عبدي كيف يستهزئ بي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرياء يفسد العمل. إذن أيها الإخوة، الرياء أحد محبطات العمل، وللفضيل قول رائع: ترك العمل من أجل الناس رياء. هذا شيء بالمقابل، يعني عمل صالح يمكن أن تتقرب به إلى الله، عمل ينفع المسلمين، لا أفعله لئلا يقول الناس عني أنني محسن، هذا أيضا من تلبيس إبليس، هذا أيضا من مكر الشيطان. يقول الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، تركه رياء وفعله شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أيها الإخوة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له بعض أصحابه: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الإخوة، من محبطات الأعمال العجب، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ أن تعجب باستقامتك، تتباهى بها، تستعلي بها على خلق الله، وأن تظن أن هذه الاستقامة من صنع يدك وليست من توفيق الله عز وجل. الافتقار إلى الله معناه كما قال سيدنا يوسف: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيها الإخوة، الصحابة الكرام نخبة الخلق، أصحاب حبيب الله عز وجل، هم على علو مكانتهم يوم حنين حينما قالوا لن نغلب من قلة، لم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. دخل عبد الله بن المبارك إلى مسجده وقد غص بالمصلين، فقال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. العجب شيء خطير جدا، المعجب بنفسه منقطع عن الله، مستغن عن الله. العجب أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند أحد غيرك. يقول بعض العلماء: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها فلا تفلح. سيدنا عمر وهو على المنبر جاءه خاطر ليس بينك وبين الله أحد، فقال: كنت عمير، كنت أرعى إبلاً على قراريط لبني مخزوم. لم يفهم الصحابة الكرام ما علاقة هذا الكلام بخطبته، فلما نزل سئل قال: جاءتني نفسي فقالت لي ليس بينك وبين الله أحد، أردت أن أعرفها قدرها. العجب خطير، والأقوياء والأغنياء والمتفوقون في العلم آفتهم العجب، فإذا أعجبوا انهاروا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره،
تواضعا لله عز وجل. بعض العلماء قال: متى أعظ ولا أتعظ، وأزجر ولا أنزجر، أدل على الطريق وأبقى مقيما مع الحائرين، إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم رغبني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلت لي به. وقال الديلمي: إن العجب يحبط عمل 70 سنة. وبعض التابعين التقى 40 صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا لشدة خوفه من الله وتواضعه. وعملاق الإسلام سيدنا عمر يأتي حذيفة بن اليمان يقول له: بربك اسمي مع المنافقين. من علامة المؤمن التواضع، وعنده قلق مقدس، هذا القلق يخشى ألا يكون عند الله مرضيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي المعجب بدينه، المرائي بعمله، المخاصم بحجته، والرياء شرك. هو أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأقله وأدناه أن تغضب من نصيحة صادقة، أو أن ترضى على معصية ظاهرة. أيها الإخوة، من محبطات الأعمال الجرأة على المعاصي في الخلوات. عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك قال بعض الصالحين: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. أيها الإخوة، هذه الخطة الثالثة عن محبطات الأعمال، يعني هذا العمل يلغي كل عمل صالح. أيها الإخوة، ومن المحبطات ظلم الناس والاعتداء عليهم قولا وعملا. وقبل أن أنتقل لهذا البند، يقول بعض الصالحين: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب، أي أن المخلص ليس المعجب وليس المشرك وليس المنان، المخلص يجد حلاوة في قلبه لا توصف. فهذا الصالح يقول: إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويقول عالم آخر: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الله تعالى شكور. يعني لا بد من أن يثيب العامل على عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وانشراحا في صدره، وهذا معنى قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي ذاقوا طعمها بإخلاصهم. أما المراؤون والمعجبون والذين ينتهكون حرمات الله في خلواتهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أيها الإخوة، البند السادس هو الظلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات
أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. والحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو المفلس، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. إذن شيء خطير أن يكون العمل سيئا والعبادات تامة. أيها الإخوة، من أنواع الظلم أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك جاء التحذير: ولا تقربوا مال اليتيم، دع بينك وبينه هامش أمان، لا تخلط مالك بماله. ومن أنواع الظلم المماطلة في أداء الحقوق، مطل الغني ظلم، وأن تظلم المرأة في حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها. نعم. وأن يستأجر الإنسان أجيرا في عمل فلا يعطيه أجرته. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. من أبواب الظلم الركون إلى الظلمة ومداهنتهم. المؤمن يداري ولا يداهن، والمدارات بذل الدنيا من أجل الدين، بينما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد أمراء يغشاهم غواش من الناس، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو بريء مني، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني. ولا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. أيها الإخوة، ومن محبطات الأعمال الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وأن تصير إليك، هذا مستوى. المستوى الأسوأ أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تصل إليك. والأسوأ والأسوأ أن تسعى كي تزيل النعمة عن أخيك. والحسد جهل بالله عز وجل. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. لكن هناك حسد مجازي، أن تتمنى ما عند من تفوقوا في أعمال الخير، أن تتمنى أن يكون لك عمل مثلهم دون أن يزول عنهم، هذا مقبول. وسماه العلماء الغبطة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة، قالوا الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء. إبليس حسد سيدنا آدم، وأول ذنب عصي به الله في الأرض قابيل وهابيل. فالحسد خطير، والحسد ليس شراً،
لكنه ينطلق من بنية حيادية تتمنى الخير لنفسك، فإن تمنيت ما عند أهل الدنيا وآلمك ذلك فأنت لا تعرف الله، لا تعرف التوحيد إطلاقا. وإذا تمنيت ما عند أهل الحق من خير دون أن ينزح عنهم لك أجر بهذا. أيها الإخوة، والغيبة أيضا أن تذكر أخاك بما يكره. لذلك أحدهم قال لإنسان: لقد اغتبتني. قال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ ومن أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. يجب أن تعلم علم اليقين أن الذي يغتاب الناس لا بد من أن تؤخذ حسناته إليهم يوم القيامة. يقول بعض العلماء: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في مصر إلا وقد اغتابني، لأن كل حسناتهم إليه. ويقول بعضهم: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. والإمام البخاري يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. لكن أيها الإخوة، استثناء دقيق، ثناء الناس لا يحبط العمل. ثناء الناس، إذا ألقى الله محبتك في قلوب الخلق وهم يلهجون بالثناء، هذا لا علاقة له بإحباط العمل. هناك أحاديث كثيرة سماها النبي بشارة. عن أبي ذر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، فإذا أثنوا عليه ينبغي أن يشكر الله أن الله مكنه من هذا العمل وألقى محبته في قلوب الخلق. وهذا يؤكده قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم.